على 6 ملايين مسلم فرنسي يتكلموا الفرنسية وهما ناطقين بلغتهم الرسمية، وبقية العالم الآخر اللي يتكلم الفرنسية، وابنائنا نحن الموريتانيين اللي مسلمين وموريتانيين من أصول موريتانية غير تكوينهم فرنسي، المزايد عليهم وقولان عن تقديمهم العروضهم معالي الوزير قرا لها الفرنسية، وهو مسلم ولا يقدر حد زايد عليه في الإسلام، وهو موريتاني ولا يقدر حد زايد عليه في احترام الدستور الموريتاني. هذا ينقال الاتجار بالقضية والاتجار بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن كاملين مسلمين ومنتصرين لقضية الإسلام ومنتصرين للإساءة وضد الإساءة الفرنسية الرسمية. يا غير ما لنا ضد اللغة الفرنسية ولا لنا ضد أولادنا اللي ما يقدروا يتكلموا باللغة الفرنسية. معالي الوزير تفضل مكرما محترما على منبرنا وتكلم بالفرنسية، والمصطلحات الاقتصادية اللي ما قريتها بالفرنسية قدمها بالفرنسية، ونحن مسلمين ونعتز بالنبي صلى الله عليه وسلم وننتصر له. يا غير ما عندنا مشكلة مع لغة، والإسلام ما عنده مشكلة مع لغة، والنبي صلى الله عليه وسلم ابتعث الناس تقرأ اللغات، ولا عندنا مشكلة مع اللغة. ننتصر للنبي صلى الله عليه وسلم ولا نتاجر بقضيته. من يقدر زايد على الكوار من المسلمين ما يعرفوا الفرنسية، ومن يقدر زايد على ابناء البيضان ابناء العرب الموريتانيين مع تحفظ على الكلمة ما قرأوا بالفرنسية، من يقدر زايد عليهم انهم ما ينتصروا للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا ينقال التجار بقضية النبي صلى الله عليه وسلم.